يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الحديث هل يعني هذا أنه لا يوجد من حقق العبودية التامة لله جل وعلا؟ لا، ليس المعنى هذا. المعنى أن الجنة غالية لا تدرك بثمن، فليس العمل ثمنا للجنة، وإنما هو سبب لدخول الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. الجنة لا تدخلوا إلا بعمل صالح، هو السبب في دخولها. أما استحقاق دخول الجنة فهو برحمة الله عز وجل، لكن رحمة الله يكون لها سبب، العبد يعمل السبب. نعم.